السلام عليكم. العمل السياسي والاجتماعي بعد تحرير معسكر فرضت نهم الاستراتيجي هو الحاضر الأبرز في عمليات الطوق المحيط بالعاصمة، مع تطور العمليات العسكرية في الحزام المحيط بصنعاء. توالت الانضمامات إلى قوى الشرعية من قبل القبائل المحيطة بصنعاء التي أعلنت موقفها الموالي لقوات الشرعية، منها تلك التي لم تنخرط من قبل مع الميليشيا الانقلابية. وجدت اليوم مع اقتراب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أبواب صنعاء ربما موعدا لإعلان موقفها الدائم للشرعية. ويشكل انضمام عدد من القبائل اليمنية الواقعة في محيط العاصمة صنعاء إلى القوات الشرعية التي يمثلها الرئيس عبد الرب منصور هادي خطوة مهمة في طريق استكمال تحرير صنعاء. وكما يؤكد مراقبون بأنها ستعجل من تحرير العاصمة وستفقد تحالف الانقلاب الحوثي وصالح أي إسناد اجتماعي للمشروع الانقلابي، وترجح كفة الموازين في محيط صنعاء لصالح الشرعية. كل ذلك مشاهدينا سنناقشه في حلقتنا من المساء اليمني لهذا اليوم، ولكن قبل ذلك نذهب لمشاهدة هذا التقرير. الجيش الوطني والمقاومة يطرقان أبواب صنعاء، خبر ربما لم يكن في حسبان الميليشيا التي تحدثت في نشوة المنتصر قبل عام ونصف أن الحركة الحوثية ستحكم اليمن لأكثر من 1000 عام مقبل. يحصد الحوثيون ثمن معركة لم تكن الهزيمة واردة فيها، ولم يحسبوا لوقت الحساب وسداد الديون. تغيرت الموازين إذن، وتجاوزت الشرعية الحديث عن تحرير عدن وشبوة وميدي إلى تحرير صنعاء قلب الدولة وعاصمة اليمنيين. ومع اقتراب الجيش الوطني من صنعاء تعلو وتيرة الحديث عن الحزام القبلي المحيط بالعاصمة صنعاء عبر بواباتها الأربع التي تشكل المداخل الرئيسية للعاصمة: البوابة الشرقية والتي تقع فيها مديرية بني حشيش المحادية لمديرية نهم التي سيطر فيها الجيش الوطني على فرضة نهم ومعسكرها، وبالقرب منها تأتي البوابة الشمالية والتي تقع فيها قبائل همدان وأرحب وصولا إلى عمران. أما البوابة الغربية التي تشكل فيها منطقة الصباحة وبني مطر امتدادا للعاصمة وصولا إلى الحديدة، ثم تأتي البوابة الجنوبية التي تقع فيها قبائل سنحان وبلاد الروس، وهي الطريق الممتد إلى ذمار. يقول محللون إن انضمام قبائل صنعاء أو ما يسمى بالحزام القبلي للعاصمة للشرعية سيغير المعادلة ويعزز جبهة المقاومة ويعجل بعملية تحرير العاصمة صنعاء من ميليشيا الحوثي وصالح، وهو قول يعززه تحليل آخر يفسر أسباب هذا الالتفاف حول الشرعية جراء ما لاقته القبيلة من إهانات خلال عام من حكم الميليشيا. تستعيد الذاكرة المجروحة للقبيلة إذلال الميليشيا وما عانته طويلا من إهانات الأئمة أسلاف الحوثي طيلة قرون من حكمهم للقبيلة بالنار والحديد. وينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ عبد المجيد عكروت وهو الناشط السياسي. مرحبا بك أستاذ عبد المجيد. أهلا بك. مشكورين على الاستضافة. أهلا بك. بداية أستاذ عبد المجيد، يعني هناك تحركات عسكرية وسياسية في محيط صنعاء في قبائل الطوق بالتحديد، ما الذي تعني هذه التحركات في هذا الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. طبعا بعدما تمكنت القوات الموالية للشرعية من كسر حاجز الطوق حول العاصمة صنعاء، والذي ساهم بشكل كبير جدا في يعني وإكمال السيطرة على واحد من المواقع المؤدية إليها المتمثلة بفرضة نهم الاستراتيجية الواقعة بين مارب وصنعاء، وتعتبر السيطرة على فرضة نهم على فرضة منطقة نهم وهي المدخل الشرقي للعاصمة صنعاء، ويصلها عن العاصمة ما يقارب 40 إلى 45 كيلومتر، تمر بمناطق جبلية وعرة من ضمنها نقيل بن غيلان، ما يعني ذلك أن قوات الشرعية باتت قريبة جدا يعني وقادرة على قصف أهداف في أطراف صنعاء. والتحولات الأخيرة ما يعني ذلك أن معركة صنعاء باتت قريبة جدا ودخولها بات قريب جدا. طيب أستاذ، يعني إذا تحدثنا عن هذه، يعني أنت قلت الآن أنه تقريبا في قدرة على قصف صنعاء، يعني المسافة تقريبا 40 كيلومتر. طيب يعني ما الذي يؤخر التقدم حتى الآن برأيك؟
كما ذكرت لك لا زالت يعني بعض العوائق، من ضمنها انه مجموع السلاسل الجبليه، من ضمنها نقيل بن غيلان. طبعا نقيل بن غيلان لا يبعد عن عاصمه صنعاء 7.5. يعني الان هم في نقيل بن غيلان ام تجاوزوا؟ لا، المواجهات الان لا زالت دائره امام نقيل بن غيلان. يعني يعني اذا استطاعوا تجاوز هذا النقيل، هل هناك سلسله جبل اخرى قد تصادفهم؟ لا توجد اي لا يعني واخر نقطه لا توجد اي سلاسل جبليه. وبالاضافه ما الذي ياتي بعد هذا النقيل مباشره؟ ياتي بعد هذا النقيل مباشره اعتقد بعض مديريات صنعاء، من ضمنها مديريه بن الحارث. وهذا النقيل بالاضافه وللعلم يعني بالنسبه لفرضتنا تطل اطلال مباشر على مطار صنعاء الدولي بعد هذا النقيل. بعد هذا النقيل تماما يعني. طيب يعني اذا يعني هو الان تحرر معسكر فرضت نه، بعد هذا التحرر مباشره يعني لاحظنا كثير من القبائل التي اعلنت انضمامها للشرعيه، على ماذا يدل ذلك؟ يدل ذلك الانضمام الجماعي من قبل القبائل المتمثله في مديريه نهم، انهم كانوا رافضين فكره وجمله وتفصيلا تواجد ميليشيات الحوثي. وكان تواجد ميليشيات الحوثي في نهم وبعض مديريات محافظه صنعاء اتى نظرا لتسليم المعسكرات التابعه للنجل المخلوع احمد علي عبد الله صالح للحوثيين. واما عن نسبه تواجد الحوثيين وعن نسبه موالاه الحوثيين من قبل هذه المديريات، لا يوجد اي تواجد للحوثيين في ابناء هذه المناطق. إذا اسمح لنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر المودع. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء الخير أخت آسيا وضيفك الكريم. مرحبا بك. بداية أستاذ عبد الناصر، يعني هذه التحركات السياسية الأخيرة والتطورات التي يعني في الميدان بالذات، ما هي قراءتك لها؟ يعني الحدث هو اختراق، يعتبر احد الاختراقات الاستراتيجيه المهمه، السيطره على فرض اثنين، لاهميه الموقع ولقربه من العاصمه صنعاء، وهذا له دلالات رمزيه وسياسيه وعسكريه. لكن علينا ايضا الا نضخم هذا الحدث اذا لم يكن هناك ما يبنى عليه، بحيث تتحرك القوات من الناحية العسكرية في هذه الجبهة، لأن هذه الجبهة تظل هي أكبر جبهة وأهم جبهة في الحرب الدائرة الآن. إضافة إلى ذلك، ينبغي العمل على الجانب السياسي، لأن الجانب السياسي هو الأهم في هذه المعركة. وأقصد بالجانب السياسي أن يشعر الناس في هذه المناطق بأن المعركة واضحة المعالم وأن نتائجها واضحة المعالم. بمعنى آخر، أن يشعر الناس في هذه المناطق تحديدا بأن الإدارة السياسية والعسكرية للسلطة الشرعية أولا ستستمر في زخم التحرك العسكري، إضافة إلى ذلك بأنها ستكون قادرة بالشكل كافي للوصول إلى العاصمة صنعاء. نعم. لأن غير ذلك سيؤدي إحساس هذه القبائل، تحديدا قبائل المناطق المحيطة بصنعاء، حساسيتها عالية للموازين القوى، وبالتالي هي لن تميل إلا في حال شعرت بأن موازين القوى ستميل ضد الحوثيين. نعم. طيب ما أثر ذلك أستاذ عبد الناصر يعني على المسار السياسي، يعني استعادة العملية السياسية والدولة بشكل عام؟ يعني العملية السياسية لا زال، أولا العملية السياسية غير واضحة المعالم حتى الآن، من حيث أننا الآن في وسط عملية عسكرية. الحديث عن العملية السياسية ما بعد المرحلة العسكرية، إذا افترضنا أن العملية العسكرية ستصل إلى نهايتها، غير واضحة المعالم، لأن المسار الذي كان سائر تسير عليها الدولة وهي مخرجة الحوار، يبدو أن الزمن قد تجاوزها، خاصة وأن مخرجات الحوار على عكس ما يقال كانت صممت لأهداف خاصة من قبل الرئيس هادي لتمديد حكمه وإطالته أطول فترة ممكنة،
ولم يكن هدف مؤتمر الحوار الحقيقي إصلاح سياسي حقيقي يؤدي إلى انتقال سياسي وتسليم السلطة من قبله لسلطة منتخبة وسلطة ذات شرعية حقيقية. ولهذا الآن المسار السياسي لا زال مسار غامض، ولكن ما هو حاصل على الأرض الآن أن الانقلاب الحوثي أدى إلى إيقاف العملية السياسية برمتها. لكن أستاذ، يعني هذه التطورات التي على الأرض ألن تدفع بالحوثي إلى البحث عن مخرج والعودة إلى طاولة الحوار مرغما؟ لا أعتقد أن الحوثي لديه أي أجندة سياسية بحيث أنه يسعى إلى طاولة حوار. الحوثي همه الآن إيقاف الضربات الجوية ورفع الحصار وبقاء الأوضاع على حالها، لأنه يعتقد من وجهة نظره في حال توقفت الضربات الجوية فأنه سيستمر بالمحافظة على المناطق التي هي تحت سيطرته، وربما يستعيد المناطق التي خسرها. وبالتالي الحوثيين ليس لديهم مشروع سياسي أو أنهم وهم لا يمكن أن يكونوا جزء من عملية سياسية. على الأقل هذا تصرفهم العام وسلوكهم العام لا يشير ولا ينبئ بأن لديهم أي مشروع سياسي غير مشروعهم الوحيد، وهو مشروع السيطرة النهائية والكاملة على اليمن وفرض نظام شمولي خاص بهم ليس له علاقة لا بالملكية ولا بالجمهورية. نظام يبدو أنه كانوا يعتقدوا بأنهم قادرون على استنساخ نظام شبيه بالنظام الملالي في إيران، يكون هناك قائد أعلى للدولة مقدس وليس له علاقة بالمؤسسات الدستورية وهو فوق هذه المؤسسات، ومن ثم وجود شكلي لبعض المؤسسات تحكم من قبل هذا. نعم. ولكن هذه الفكرة الوحيد. نعم. هذه الفكرة أستاذ عبد الناصر ربما أعادت إلى الناس في أذهانهم نمط يعني الجمهورية التي في مخيلتهم. هناك من يتحدث الآن عن جمهورية ثانية كما يقال، يعني ما علاقة الأحداث في اللحظة الراهنة بهذا التراكم الجمهوري إن صح لي التعبير؟ أنا لا أعرف ما تقصدين بالجمهورية الثانية، ولكن أعتقد أن الحوثيين لديهم مشروعهم الأصلي أو الرئيسي أن يحكموا اليمن منفردين، ويبدو أن هذا هو هذه هي المرحلة الخطة الكبيرة لهم. عندهم خطوط بديلة هو أن يحكموا اليمن الشمالي إن استطاعوا، والخطة الأخيرة ويبدو أنهم الآن بصدد الرهان عليها أن يحكموا المنطقة الزيدية، وهذا ما يبدو أنه يبدو أنها الخطة أو يمكن تسميتها بالخطة جيم. الخطة ألف يبدو أنها فشلت بشكل واضح، الخطة باء أن يسيطروا على اليمن الشمالي السابق، الخطة جيم أن يسيطروا على جزء كبير المناطق الزيدية مع مناطق في الشرق وهي الجوف، جزء من الجوف ومارب وجزء من الغرب وهي تحام. ولكن جميع الطرق التي أو الخطط التي لديهم تؤدي إلى ربما صورة أخرى للإمامة، تجزئة اليمن والحكم بالانفراد، أليس كذلك؟ في كل الأحوال هذه الخطة الخطة جيم هي أيضا مشروع فوضى مثل كل الخطط الحوثية. لا يمكن أن يقبل الشعب اليمني ولا يمكن أن يقبل الإقليم بوجود دويلة في الأخير هي دويلة شمولية، دويلة دينية مختلفة عن ما حولها في الجزيرة العربية. أيضا لا يمكن للشعب اليمني أن يعاد إلى حكم الأئمة بصيغة أخرى. وللتذكير فقط، حكم الأئمة جميع الأئمة تقريبا لن يستقر حكمهم تماما في ظل حالة من حالة السبات الفكري والتخلف السياسي الشديد، ورغم ذلك لم يستطع الأئمة أن يحكموا المنطقة الزيدية.
حكم مستقر وثابت، وظلت طوال فترة حكمهم المنطقة هذه تثور عليهم بشكل دائم تحت صيغ مختلفة أو تنازع الأئمة فيما بينهم. وهذا يشير إلى أن مشروعهم من الأصل هو مشروع لم يكن بالإمكان تسويقه لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، وبالتالي المشروع الحوثي منذ البداية هو مشروع فوضى. ولكن الحجة ليست على الحوثي الذي أظهر مشروعه بكل وضوح، أظهره بكل وضوح. الحجة عند من تحالف مع الحوثي أو سهل للحوثي أو اعتقد بأن الحوثي سيكون أحد أدوات الإصلاح السياسي في اليمن كما اعتقدت بعض القوى. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الناصر المدعي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الأردن. عودة إليك أستاذ عبد المجيد، يعني تحدث الأستاذ عبد الناصر عن أنه لا يمكن لليمنيين أن يقبلوا بوجود حكم إمامي مرة أخرى، وأنت تحدثت أيضا قبل الهاتف بأنه لم يكن لدى الحوثي يعني حاضنة اجتماعية في هذه المناطق. هل نستطيع القول الآن أن تحالف الانقلاب قد فقد المحيط القبلي لصنعاء؟ طبعا كما تذكرت تفضلتي وكما تفضل ضيفك الكريم نستطيع أن نقول ذلك، لأن القبائل المحيطة بصنعاء يعني والحضور الشعبي اللي كان الحوثيين كان أشبه ما يكون حضور وهمي يعني بالمعنى الأصح، لم تكن هي مرحبة به أصلا، والدليل على ذلك هو الانضمام الجماعي والكبير من قبل القبائل للجيش الوطني والمقاومة. أيضا في نفس الوقت كما ذكرتي وتفضل ضيفك الكريم، في نفس الوقت تطورات النهم تمثل بشكل كبير ما يعرف بحاجة الطوق المحيط بالعاصمة، الأمر الذي يفتح المجال لجبهات أخرى في أرحب وغيرها من المناطق التي مورست في حق مثل هذه المديريات تعسفات كبيرة من قبل ميليشيات الحوثي. يعني هل هذه التعسفات نستطيع القول يعني أنه خلال عام هي زادت من نفور الناس تجاه الحوثي؟ طبعا ساهمت بشكل كبير جدا في نفور الناس بشكل كامل تجاه الحوثي. طيب إذن برأيك أنت هذا الالتحاق من قبل القبائل للشرعية وإعلانها بذلك كيف سيؤثر أولا على المقاومة من ناحية المعنويات، وثانيا على الحوثي حين يجد أن القبائل تذهب من يديه؟ طبعا لا أخفيك معنويات المقاومة مرتفعة بشكل كبير جدا، لأنها عندما تجد حاضنة شعبية كاملة وكبيرة جدا في وسطها هذه القبائل من الطبيعي والبديهي ارتفاع نسبة لديهم يعني. وبالنسبة للحوثي حين يخسر أكيد معنوياتهم منهزمة تماما، يعني حتى أعتقد أنه من خلال بات يعترف أصلا بخسارته يعني وانهزامات أفراده. طيب الآن يعني هم يحاولوا تعويض هذه الخسارات ربما إعلاميا بأن هناك حشد قبلي آخر وبأن قبائل خولان ويعني وغيرها من القبائل لن تقبل بهذا الغزو كما يسمى، هل ستنجح الميليشيا الحوثي من هذه الناحية؟ لا أعتقد أنها لن تنجح بحسب وجهة نظري أنها لن تنجح، لأن يعني كما ذكرت لك من سابق لا يوجد لديهم حضور قوي في وسط هذه القبائل، في نفس الوقت القبائل عايشت بشكل كبير في أوساطهم مدى تعسفات الحوثي وهمجيته يعني. إذن ينضم إلينا من الميدان ربما عراف العبيدي وهو عضو المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء. مساء الخير سيد عراف. يا مساء الأنوار على الجميع. مرحبا بك معنا أستاذ عراف. طيب إذا تحدثنا أستاذ عراف عن الحزام القبلي ودوره أيضا في حسم المعركة، برأيك هل سيكون هذا الانضمام للشرعية دور كبير في حسم المعركة؟ بداية نترحم على شهداء الأماجد من يقدمون أرواحهم ثمنا لحريتنا وأمجادنا، أولئك الأبطال رحمة الله الذين يستشهدون ويبذلون أرواحهم ثمنا للحرية. نعم. ونقول كذلك الشفاء للجرحى والحرية للمستضعفين. تحية كذلك نبعث بها إلى كل المرابطين في دخول صنعاء في كل الجبهات في كل الميادين
أولئك الأبطال الذين يسطرون أروع الملاحم والبطولات والاستبسالات، أولئك الذين يرسمون مستقبل اليمن الجديد، يسطرون لنا الأمجاد، كذلك يكتبون التاريخ بنضالاتهم، ولن ينسى لهم التاريخ ذلك، وسيدرس هذه النضالات ستدرس الأجيال القادمة. بلا شك بأن قبائل بوك صنعاء سيكون لها دور بارز في تحرير العاصمة، وسيتم بإذن الله عز وجل تحرير العاصمة صنعاء من عدة محاور، وستشارك فيها قبائل بوك صنعاء كلها لكي تنال شرف المشاركة في تحرير صنعاء، لأن صنعاء هي أم كل اليمنيين وهي عاصمة اليمن، ولذلك فشرف المشاركة في تحريرها يتمناه الجميع ويجب أن يشارك فيها الجميع، وسيكون لبوك صنعاء الجهد الأكبر في تحرير العاصمة بإذن الله عز وجل. نعم، طيب أستاذ عرف، يعني ما هي أبرز القبائل التي أعلنت انضمامها خاصة في الآونة الأخيرة؟ بالنسبة لقبائل بوك صنعاء، يعني هنالك كلام يتكرر حول قبائل الطوق من بعض، حتى من بعض المثقفين للأسف، ويقولون بأن قبائل بوك صنعاء وخاصة الشمالية منها بأنها حاضنة للحوثيين أو للمتنفذين أو لعفاش وقواه، وهذا كلام عار من الصحة وكلام زادت. أبناء صنعاء يبذلون أرواحهم كل يوم، يسقط الشهداء والجرحى والمختطفين، وهم يناظرون في كل الميادين، سواء من أبناء قبيلة أرهب أو من نهن أو من خولان أو من الحينتين أو من بني مطر أو من سنحان أو من بني حشيش، كل له دوره وكل له نضالاته وكل له يعني تضحياته التي يقدمها. وبالنسبة قبائل صنعاء كلها ستكون حاضنة لنضال الشعب اليمني، وستكون في مقدمة الشروط لتحرير العاصمة صنعاء. نعم. لكن حين يجدون المتنفس وحين تصل المقاومة إلى المديريات، إلى مديرية أرحب أو إلى مديرية بني حشيش، هنالك ستنتفض هذه القبائل وستعلن عن مواقفها وستشارك بأبنائها بنادقها بكل ما تستطيع لتحرير العاصمة صنعاء. نعم. طيب أستاذ عراف، يعني هل لديكم خطة مثلا لتحرير صنعاء وتجنب المدنيين أي أضرار قد يمكن، هل يمكن يعني بهذا التدافع من قبل القبائل أن يتم تحرير صنعاء دون معارك برأيك؟ بالنسبة للخطة، بلا شك نحن في المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء وكذلك قيادة الجيش الوطني نمضي بخطط جديدة وخطى ثابتة ومدروسة، لأن نعرف قدر وحجم القدوة التي نحن مقيمون عليها، ألا وهي تحرير العاصمة صنعاء. الخطة الموجودة والمضي ليس عشوائي، والترتيبات كبيرة وضخمة، ونحاول أن نجنب مثل ما ذكرت العاصمة أو نجنب المدنيين المخاطر والأضرار، وإلا فإن معسكرات العاصمة أصبحت تحت رحمة نيران المقاومة، والذي يمنعنا من استهدافها ما هو الا خوفا منا على المدنيين، حتى لا يكون هنالك اضرار في المدنيين، ونحن احرص عليهم لانهم اهلنا ولانهم اخواننا ولانهم ابناؤنا ولان منهم ولان نسعى لتحريرهم من المتمردين والانقلابيين من قوى الرجعيه والتخلف والكهنوت. لذلك نحاول ان تكون يعني او ان يكون تحرير صنعاء باقل كلفه واقل خسائر، ونعمل على ذلك، وكل شيء جاري، الخطه الجاريه والترس الجاري والتواصل الجاري، سواء بقبائل فوق صنعاء وجهاتها وقياداتها او كذلك حتى بقيادات السلك العسكري، والناس يحاولون ان يقللوا الخسائر. اما مساله تحرير صنعاء فهذا امر مطلوب منه، والمعركه محسومه سلفا، والناس لن يتوقفوا حتى نحتفل داخل العاصمة صنعاء بالسعادة الشرعية والقانون، وبعد أن تقصد الدولة النفوذة على كل شبر في اليمن، مهما قدمنا ومهما ناضلنا ومهما ضحينا فلن يستطيع أحد أن يوقف سير الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حتى تستعيد الشرعية والدولة وتفصل سلطة النظام والقانون على كل شبر في الأراضي اليمنية. إذا شكرا جزيلا لك الأستاذ عراف العبيدي عضو المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. إذا مشاهدينا الكرام، نذهب لهذا الفاصل القصير ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. يبعث المسلك النبيل للمقاومة رسائل اطمئنان لكافة فئات الشعب، ويوجه رسائل مهمة ليس من بينها الانتقام من المقاومين العائدين إلى منازلهم التي أصبحت أنقاضا تم تفجيرها وتهجير سكانها ليقفوا على أنقاض تلك المنازل، ويعلنوا أنهم في لحظة قوتهم ونصرهم لن يعتدوا على مساكن من فجروا منازلهم في لحظة ضعفهم، بل يعلنوا استعدادهم الكامل لحمايتها من أي أذى. موقف ترجمه الشيخ الحسن أكر بعد عودته وهو يقف على أنقاض منزله المدمر. دعونا نتابع هذا التقرير. وجه خطابي هذا من على أنقاض منزلي هذا. وقف على أنقاض منزله المدمر وهو يلوح بيده لا للانتقام. نحن لسنا ممن ينتقم، ولن تأتي لنا هذه نشوة النصر، تأتي لنا نشوة النصر بأن ننتقم. الشيخ الحسن أبكر يعود إلى قريته في مديرية الغيل غرب محافظة الجوف، ومعه يعود المشردون والنازحون المنخرطون في صفوف المقاومة إلى منازلهم المدمرة بعد عام من مرور الميليشيا عليها في بداية العدوان، لكنها هذه المرة عودة المنتصر. صورة لا تبعد كثيرا عن تلك اللحظة التي وقف فيها أبناء عدن والضالع وشبوة وغيرها من المدن التي طالها دمار الميليشيا وتحررت منهم، ليعود السكان باحثين بين الأنقاض عن منازل سكنوها أو سكنتهم، لكنهم لم يجدوا فيها غير الركام. وقف الكهل ليخاطب المحيطين به ومن معه، ومن عاد منتصرا رافضا مبدأ الانتقام والقصاص كأي قائد يحسب للنصر أكثر مما يحسب للهزيمة. لكننا اليوم نقول ولعلها لحظة أخيرة، أنتم انتقمتم في حالة ضعف عندنا وعجز وعدم قدرة، ونحن اليوم من مصدر القوة ومن مصدر النصر نقول الحمد لله، شكرا لله، وعلى ما من بها علينا من نصر هو التواضع، ونقول لهم نحن لن نضركم إذا سالمتم. ولئن شق عليه إزالة الأطنان من هذا الركام إلا أنه استطاع إزاحة ما خلفته الحرب في نفسه وغيره ممن هجروا ودمرت منازلهم، ليؤكد أن تلك السمة الخالدة في أعراف اليمنيين وتقاليدهم التي تقول إن سمات اليمني الذي لا يحب أن يرى ملامح الإذلال في وجه خصومه. إذن مشاهدينا الكرام، بعد هذا التقرير سيد عبد المجيد، يعني كيف تقيم موقف الشيخ أبكر كنموذج ربما لكثير من أفراد المقاومة؟ هذا هو نهجهم. طبعا كان له أثر كبير جدا، وكما تفضلت الشيخ أبكر يعتبر أحد نماذج المقاومة ويعد أحد أبرز قادة المقاومة الشعبية في الجوف. طبعا الشيخ أبكر سطر ملامح إيجابية وسطر رسائل إيجابية للحوثيين والمحسوبين على الحوثيين ولمن ساهموا بشكل كبير في إدخال الحوثيين إلى محافظة الجوف، وهو يقف على أعتاب وعلى أنقاض بيته ويقول لهم يا من ساهمتم في إدخال الحوثيين إلى الجوف، المطلوب الشيء الوحيد والمطلوب منكم هو أن تأتوا وأن تتخلوا تماما بشكل كبير عن سلاحكم، وأن يعني تعتذروا لأبناء الجوف عن ما قمتم به وسهمتم به ضد أبناء الجوف وضد أبناء الشعب اليمني. طبعا المواقف النبيلة التي ذكرتها لك أعطت للمقاومة تفوق أخلاقي وتجسد في أذهان الناس نبل المشروع الذي تحمله المقاومة. نعم، خاصة يعني عبد المجيد، يعني حين يتحدثون الحوثيون عن هؤلاء القادمين الغزاة الدواعش، يعني يضعون صورة نمطية سيئة للمواطن البسيط الذي ربما لا يوجد لديه الكهرباء ليتابع أفعال المقاومة، ربما لا يوجد لديه إنترنت ليتابع أيضا، فما مدى تأثير هذه المواقف على المتابعين على المنتظرين هؤلاء الدواعش القادمون إليهم؟ طبعا كما ذكرت لك هذا الموقف وهذا النبل الأخلاقي الذي قام به أحد أركان المقاومة تكرر بشكل كبير أيضا جدا في جبهة صنعاء، قام به وهو أحد أبناء نهم الشيخ محمد عبد العزيز الشليف، وهو يقف أيضا على أنقاض بيته بعد أن تم قتل ابنه وتم تفجير بيته، ويقول لمن حوله، وللعلم يعني كان الذي يفصل بيته عن بيت من قام بتفجيره ليست إلا بضعة كيلومترات، وهو يقول لهم رسالتنا هي رسالة سلام، دعونا نبني الوطن جميعا،
ما نريده من كما يعني كما طلب الشيخ أبكر من أبناء محافظة الجوف، تكررت أيضا من قبل الشيخ محمد عبد العزيز الشريف وهو يقول ما نريده منكم هو تخليكم عن السلاح ونبني سويا وعلى سواعدنا بناء الإيمان. طيب يعني لو أتينا ونظرنا من منظور آخر نجد أن الحوثيين ربما قاموا بزرع الفرقة بين الجيران بين الأقارب، يعني أنت تقول لي الآن من يفجر منازلهم يعني جاره ربما منذ كثير من السنوات، يعني ربما أنهم عاشوا طفولتهم سويا، المقاومة الآن هي تحاول أن تعيد لم الصف. نعم طبعا المقاومة وهذا تعد أحد رسائلها وأحد المهام على عواتقها أنها ما ساهم به الحوثي في شق الصف في شق المجتمع اليمني بجميع شرائحه وطوائفه ومكوناته. الآن المقاومة تقوم بمهام جليلة وهي إعادة لملمة الشعب اليمني بجميع مكوناته. ماذا عن إعادة المهاجرين إلى منازلهم من قام الحوثي بتهجيرهم؟ كيف يعني يتجلى موقف المقاومة في هذه النقطة؟ طبعا تعتبر كما ذكرت لك أيضا تعتبر من المهام الموكلة على المقاومة يعني وعلى قيادتها. الآن تساهم بشكل كبير جدا في إرجاع المقاومة. المناطق التي تم السيطرة عليها لملمة المجتمع اليمني وأيضا يعني أبناء المنطقة يعملوا بشكل كبير جدا على أن يسلموا لمن تدمرت منازلهم ولمن هجروا بفتح منازلهم لهم. نعم جميل. إذا ينضم إلينا أيضا الأستاذ هشام قاسم وهو الناشط في المقاومة الشعبية. مساء الخير سيد هشام. نور العافية وتحياتي لكل الزملاء عندكم. مرحبا بك أستاذ هشام. لو تحدثنا أستاذ هشام عن الحزام القبلي وطوق صنعاء كما يسمى وربما مدى دوره في تكوين أو في إعادة ملامح الجمهورية الثانية كما تسمى. وبداية دعينا نترحم على شهداء اليمن الأحرار صناع الحرية ونخص بالذكر صناع سبتمبر المجيء ونسميهم رفاق السلال، هذا الاسم الذي غاب عن ذاكرة اليمنيين بشكل متعمد حتى يتم طمس الهوية اليمنية التي تشكلت. نحن حميريون جمهوريون. ما يخص الحزام القبلي المحيط بالعاصمة صنعاء هي مسألة جوهرية ويجب النظر إليها بعين الاعتبار ولتكن لنا في تجربة الإمامة الحوثية المتمردة عبرة، فإما أن نستقبل هذا المحيط القبلي ليكون في صف المقاومة أو في أضعف الحالات فليكون على حالة الحياد. النظام المخلوع أو الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ربط أبناء هذا المحيط القبلي بمجموعة مصالح كبيرة هي مصالح مرتبطة بقوت يومهم وبأعمالهم وبمرتباتهم، وهو الآن يقنعهم لأن القادم الذي سيأتي ليحرر الناس إنما هو آت ليسلبهم تلك الحقوق. وفي الطرف الآخر يلعب التيار الإمامي الحوثي الهاشمي دور كبير في تزييف وعي الناس في هذا المحيط لأن هذا القادم الجديد إنما آت لاستلابهم جزء من هويتهم الدينية ويغالطهم بالحديث الديني الزائف. فيجب على الخطاب الإعلامي الخاص بالمقاومة وبالجيش أن يتوجه إلى هذه الشريحة المحيطة بالعاصمة. يجب أن يعلم الناس بأن المقاومة هي خيار أتى لإنقاذهم من استعباد سلالي مقيت عاشه اليمنيين أكثر من 1000 عام. يجب علينا جميعا أن نعلم بأن هذا المحيط القبلي الذي العاصمة يعني تسكن مصير العاصمة في يديهم، يجب على هذا المحيط أن يعلم بأن مصالحه ومصالح أبنائه ومستقبلهم يكمن في هذه اللحظة. إما أن يكون هذا اليمن يمن لكل اليمنيين فيه كتساوي وعدالة وتوزيع أمثل للثروة وفرص متكافئة، أو لن يكون لنا، سيكون لنقبة لسلالة لأبناء النسب أبناء الوهم هؤلاء الذين يجرفون وعينا ويجرفون هويتنا اليمنية الحميرية منذ أكثر من 1000 عام باسم الدين. جاء سبتمبر المجيد في عام 62 هي مرحلة انعتاق إنساني كبير وشكلت فارق حضاري هائل. ولكن خلال ما تلا سبتمبر
تم تغييب المشهد السبتمبري عن وعي الناس وتغييب رموزه، وقليلا قليلا تسللوا واصبحوا هم الجمهوريه هؤلاء الاماميين. المحيط القذري يحتاج الى امرين، يجب ان يطمئن هذا المحيط القذري بان مصالحهم لم تمس، ويجب عليهم ان يعلموا ايضا اما ان يكونوا مع المقاومه والجيش وهذا سيكتب لهم مكانه كبيره في التاريخ، وان لم يكن فليأخذوا بعض الشيء. طيب استاذ هشام، يعني لو حدثتنا عند هذه النقطه نعم استاذ هشام لو حدثتنا عند هذه النقطه يعني ما هي قراءتك لانضمام قبائل حزام صنعاء؟ المساله ليست بتلك السهوله التي تحدث لها الزميل اللي متواجد معاكم في الاستوديو، تحياتي له. ليست المساله تلك السهوله. المحيط القذري، الحزام القذري المحيط بالعاصمه، هو مخزون بشري يقاتل مع الحركة الإمامية الحوثية ويقاتل في صف قراءة المخلوق. شئنا أم أبينا، الانضمام في المحيط القذري المحيط بالعاصمة هو انضمام قليل يا خلق الله. يعني لا نغالط أنفسنا ونقول بأن المحيط القذري الآن مهيئ وجاهز للانضمام للمقاومة ولن يقف ولن يكون عائق، كلام مش سليم. يجب على الناس أن يعملوا في الوسط الذي يعمل فيه خصمهم. الإمامة الحوثية الهاشمية تسيطر على ذهنية الناس في هذا المحيط، تسيطر عليهم وتغذي سيطرتها يوميا بالحديث الديني وبالتزلف وبالكذب وبالدجل وبالتزييف وبالتضليل، ويساهم ويساعد في ذلك بشكل كبير المرتد صالح الذي خان النظام الجمهوري وسعى لتوريث ابنه. يجب على المقاومة، نقول ترشيد الإعلام المقاومة يحتاج إلى نوع من الترشيد. أنتم في قناة بلقيس وهي قناة تمثل منبر حرية جاءت من نبع 11 فبراير اللي هي فعلا كانت الجمهورية الثانية، جاءت لتقف ضد التوريث. يجب أن يتوجه خطابكم إلى أبناء المحيط هذا، أبناء القبائل الذين يموتون بالمئات وبالآلاف في كل جبهة القتال، نعم، في سبيل الحوثية الهاشمية أو في سبيل الإمامة الصالحية الجديدة. طيب ما سر أستاذ هشام يعني هذا الانتماء شديد؟ يعني هل نستطيع القول أن تم يعني محو الوعي الجمهوري لديهم حتى يعني ما زالوا متمسكين بهذه الفكرة ويقاتلون، حتى يعني أنت تقول يعني كل يوم عشرات الشباب يعني يذهبون هكذا هباء لأجل هذه الفكرة؟ والله كلامك في محله. السبب الأساسي، السبب الأساسي الذي جعل هذه الشريحة القبلية اليمنية الحميرية الأصيلة مجرد سلاح تستخدمه الإمامة الهاشمية تاريخيا ومؤخرا استخدمها المرتد صالح، هي تجريف الهوية الجمهورية وتضليل الناس بالإعلام الزائف. أنت تتصورين بأن اليمن هذه الكبيرة المتسعة لا يوجد فيها شارع أو مدرسة يحمل اسم الرئيس الفلال؟ هذا هو الرئيس خلق الله للجمهورية، هذا أول وجه لليمن الحر، اليمن المتكافئ المتساوي. لا يوجد في اليمن مدرسة أو شارع أو حتى كتاب مدرسي أو أي منهج يتحدث عن الشلال. تم تغييب المشهد الجمهوري تماما. لماذا برأيك؟ لماذا؟ تغييبه بطريقة مخابراتية كبيرة، مخابرات يشتغلوا هنا الناس مخابرات. نعم. طيب لو تحدثنا يجب نعم تفضل. كنت تتحدث عما يجب على من بالضبط؟ هل هناك دور مهم على المقاومة أن تقوم به والشرعية؟ إعلام الحرب هي إعلام ومعنوية. الحرب في أدائها 70% إعلام ومعنوية، ونحن في حالة حرب، والحرب هذه أصلا مصيرية يقوم عليها مستقبل أبنائنا. يجب على الإعلام المقاوم، وأنتم على رأس هذا الإعلام المقاوم لأنكم أنتم تمثلون إعلام الجمهورية الثانية، أن تكونوا عند مستوى الحدث. نحن نمر بلحظة فارقة في حياة اليمنيين. نعم، هذا بالنسبة للإعلام أستاذ هشام. يعني نعم. ما هو الواجب على الجيش؟ نعم، الجيش الوطني والمقاومة أيضا الآن ما الذي يجب عليهم عمله إذا كان كما تتحدث أغلب محيط صنعاء ما زال يقاتل مع الحوثيين؟ أنا أقول لك ماذا يجب على المقاومة، على قيادة المقاومة وعلى قيادة الجيش الوطني وقيادة الدولة بشكل عام، من فخامة الرئيس إلى هيئة مستشاري إلى كل الوزراء إلى كل أبناء الشعب الذين يعتقدون أنهم جزء من الجيش المقاومة، أن يتجهوا إلى العمق القبلي المحيط بالعاصمة.
يجب ان يتوجه الناس الى رؤوس القبل، الى ما الى الى, إلى اماكن الذي تحدث التغيير. الكيانات القبليه مرتبطه بنظام معروف له، معروف عند الناس، يجب ان يذهبوا الى هذا العمق، يجب ان يتخاطبوا مع رؤوس القبل، يجب ان يتخاطبوا مع المفاصل التي تحرك ابناء القبيله. ابناء القبيله لا يذهبون الى الجبهات فقط لانه اتى سيد لديه عمامه مزركشه بلون اخضر بني، لا، يتحركون لان لديهم رأس داخل القبيله ذهبوا اليه الاخوه الهاشميين الاماميين او اتصلوا علي صالح بالتلفون، وهو يحرك ابناء القبيله. نعم، من منطقتين. اذا شكرا. اما انه مصالح قمصة ستنتهي. نعم، وصلت الفكره استاذ هشام. نعم، وصلت الفكره، شكرا لك هشام قاسم الناشط في المقاومه الشعبيه، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. يعني هناك نقطة ربما متعطل منها طبعاً تريد أن تعلق. أعارض ضيفك الكريم حول النقطة طرحها حول أنه أغلب المقاتلين من الحزام الأمني أو الطوق الأمني اللي يحيط العاصمة صنعاء يقاتلون إلى جوار الحوثي ومعه، أنا أصح له هذا المفهوم بالضبط. يعني كما ذكرت لكم سابقا ومن خلال الحديث السابق أنه بنسبة كبيرة سواء في مديرية نهم أو سواء في مديرية بني حشيش أو سواء في مديرية قولان أو سواء في مديرية أرحب أو سواء في مديرية بني مطر، الحوثي يعني منذ أول بدأ يلعب على ورقة السلالية والطائفية. لو وجدنا وقمنا بعملية إحصائية أو بعملية إحصاء عدد القتلى التي تم قتلهم أو يقاتلون إلى جوار الحوثي لوجدنا أنه كما ذكرت لك يلعب بهذه السلالة من أسرة الهاشميين أو من ينتمون إلى المذهب الزيد، لا المذهب الاثنى عشري بالأصح، يعني بدل وهو بيلعب بورقة الطائفية. يعني أما حول بالعكس، يعني أغلب المديريات يعني لو وجدنا بشكل كبير جدا، واستشهدنا كما ذكرت لك في وقت سابق حول مديريتنا، مديريتهم تشكل بنسبة 8 إلى 85% ترفض الحوثي فكرة وتفصيلا يعني. وخير دليل على ذلك طبعا أثرت يعني بشكل نسبي حول المعسكرات التابعة لنجل المخلوع أحمد علي عبد الله صباح التي تتواجد في هذه المديريات. وما بعد دخول الحوثي صنعاء تم تسليم هذه المعسكرات، طبعا هذا عامل القوة العسكرية عكس تماما يعني. فما بعد أن تم السيطرة على فرضة نهم وعلى معسكر نهم وعلى الموقع الجغرافي لفرضة نهم عكست موازين القوى تماما. وكان الجانب الإيجابي أنه تم الانضمام جماعي، لا أقول انضمام جزئي قبيلة أو قبيلتين، انضمام جماعي إلى جوار المقاومة وبجنب المقاومة، فلهذا عامل تصحيح. إن شاء الله في اليومين القادمين سواء في مديرية أرحب أو في مديرية خولان أو في بعض المديريات سنعلم يقينا أن هذه القبائل لا تقاتل إلى جوار الحوثي وليست مرحبة بأصلا. نعم، إذن بإذن تعالى سننتظر ذلك. شكرا جزيلا لك عبد المجيد عكروت الناشط السياسي، شكرا لمتابعتكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم في هذه الحلقة من المساء اليمني. لن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.